أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما حكم استعمال ما طلي بماء الذهب كالنظارة أو الساعة ونحوهما؟ لا يجوز هذا، لا يجوز استعمال النظارة المطلية بماء الذهب والقلم المطلي والأواني المطلية، لا يجوز هذا، لأن ما نهي عنه نهي عن أجزائه، نهي عن أجزائه، والدلال اللي فيها ذهب يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لكن لاحظوا أن هناك أشياء تسمى ذهبية وهي ما هي بذهب، لكن لونها لون الذهب، هي صبغ، صبغ أصفر يشبه الذهب، يسمونها ذهب لأن لونها ذهبي فقط. نعم.